بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن أمر خطير جدا منتشر بين الناس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فرحان قد انتقل عن جاي هم في ريموي لنروح نحن قط هذه من ريال تقرب له وهو السحر. السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك الأكبر للكفر بالله سبحانه وتعالى. منكم الساحر يكفر كفر أكبر. ويريد أن الناس تأتي وتعبد الشيطان حتى هو يرتفع عند الشيطان مرتبة. فلا بد من محاربة السحر والسحرة. لا يمكن أن نرضى بالسحر أو نفعل السحر أو نترك الساحر بيننا. لا بد أن نجتمع ضد هؤلاء السحرة. من العجب أن عندنا في هذه الدولة السحر منتشر بين المسلمين أكثر من انتشاره بين الكفار. كيف نرضى بالسحر؟ إذا مهم جدا أننا نتعلم نحذر ونحذر من السحر والسحر.